قريت قصة جميلة عن شخص كان ماشي على شاطئ البحر كده، وبص لقى فيه لؤلؤة كده، حاجة بتلمع كده على الشاطئ. بص لقاها لؤلؤة جميلة، وطبعا هو راجل فقير يعني على قده، ما يعرفش حاجة. فأخذ اللؤلؤة وقعد يلف على التجار في البلد يقول لهم اللؤلؤة دي بكام؟ وكلهم عارفين طبعا يعني ثمن اللؤلؤة دي غالي جدا، حاجة ثمينة جدا. كلهم قعدوا يضحكوا عليه علشان يقولوا له اللؤلؤة دي ما يعني أي كلام وملهاش لازمة، ودي بالثمن الفلاني. قعدوا يقولوا له على أسعار كده قليلة جدا. عارف كويس جدا إن هم بيضحكوا عليه لأنهم عايزين ياخدوا اللؤلؤة منه. وبدأ الناس تبص له على اللؤلؤة اللي في إيده اللي هو لقاها على شاطئ البحر. بدأت الناس تتربص له، اللي عايز يقتله، واللي واقف عاوز يخطفه، واللي عايز يخطف منه اللؤلؤة، واللي عايز يهلك أسرته ومراته وأولاده عشان خاطر اللؤلؤة. تاني يوم الصبح بعد تفكير في ليل طويل جدا، مسك اللؤلؤة وطلع على البحر وراح رميها في قلب البحر، وقال أنا حياتي أهم من اللؤلؤة، أنا عايزك تعمل كده. حبيبي عدو الخير، أخيرا لازم أقول لك إنه لما يحب يحط لك خطية لازم بيحطها لك زي اللؤلؤة كده، حاجة تزغلل عينيك، علشان يقول لك خليك في المكان ده، خليك معايا في الدائرة دي، خليك معايا في القعدة دي، خليك معايا في الحكاوي اللي احنا بنحكيها. ما هو احنا بنجيب في سيرة الناس وبعدين بروح اعترف مش هيحصل حاجة. لكن حبيبي لازم ترمي اللؤلؤة. اللؤلؤة دي مش هي اللؤلؤة الثمينة اللي قال عليها المسيح، لا حبيبي، هي دي اللؤلؤة اللي مزغللة عينيك، لكن هي في الحقيقة جواها السم قاتل، جواها هتضيع حياتك الأبدية، لازم تاخد بالك منها. أخيرا أقدر أقول لك ابعد بسرعة بدون ما تقعد تفكر إيه اللي هتسيبه وإيه اللي هتخسره. أهم حاجة ما تخسرش أبديتك.